السلام عليكم. زين. هم المحمدين. ازيك يا مسعد بيه؟ مالك محسس انك شفت عفريت كده ليه؟ ولا كانك تكون فاكر انك ما كنتش هتشوفني بالبدله دي تاني؟ ليه يعني؟ ما انت في كليتك. وشك كده بيقول كاني كنت رايح حرب ويعلم هرجع منها ولا لا؟ لا حرب يا زين، كفى الله الشر. وبمناسبه البدله زنبيه محتاجه تتجيف حبتين عشان واسعه عليك حبتين. بتقلك يا كتكوت، بدله على مقاسي دي معموله عشاني، الواسعه دي حاجه تانيه. جو، ومعلش الامانه اللي كنت سايبها لي في الشنطه انا رميتها. امانه ايه دي؟ الامانه اللي كنت داسسها لي في الشنطه، اللي سيدك قال لك حطها لي في الشنطه، بس وعدها هرجعها لك تاني. هترجعها لي كيف؟ هتلاقيها في شنطتك، هتلاقيها تحت مخدتك في سروالك، المهم انها هرجعها لك. هرجعها لك. المهم انا مش جاي عشان الكلام ده كله، انا جاي عشان كان في 200 جنيه دافعهم عشان افض خلاف بينك وبين الراجل ده. واضح دلوقتي انك كنت صالحته داخل، لقيتكم بتضحكوا مع بعض. انا عايز ال 200 جنيه بتاعتي. معيش امتناك. ايه؟ معيش. اقول لك كده ما تضحكش عليا. ابو سعد معيش. ليه بتقولي كده يا امي؟ قلبي مش مرتاح يا بنتي. خالتي صالحة قالت لك حاجة؟ والله ما قالت لي حاجة. أمال إيه أمّا في إيه؟ حاسة إنه مش ميال ليك يا بنتي. وإيه اللي محسسك بكده؟ الحاجات دي بتبان من نظرة. طب أعمل إيه أنا؟ ما تعلقيش نفسك بحبال دايبة. لو قلبي بيقول لي غير كده يا أمّا. صباح الخير يا ولدي. صباح الخير يا امه. قالوا لي زنت الرجاله قاعد لوحده، قلت اعمل لك كوبايه شاي تعدل مزاجك. احلى كوبايه شاي في الدنيا. ربنا يخليك يا ولدي. وحشني قعدتك والله. ربنا ما يغيبك يا ولدي. تعرف الواد طه اخويا ده هيطلع في حاجه لله امه، عمري ما شفت طفل بيلف ورا ياسين التهامي بالشكل ده. ايوه. قول لي طب انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ بقول لك يا ولدي، انا هقولها لك طص كده. ما نفسكش تتجوز وتفرح قلبنا وتجيب لنا صالح لصغير نلعب بيه؟ اما جوازي دلوقتي اما لسه عندي رحله طويله اما مش لما اتخرج الاول. ناقصك ايه انت؟ ناقصني خبره، الجواز ده محتاج خبره وانا ما عنديش خبره لسه. ما ناقصكش حاجه. كل قاعده عرفيه قعدتها ويا ابوك زودت عمرك 10 سنين. على قد انا عندي دلوقتي 300 سنه. يبقى فاتني قطر الجواز ياما. يقعد ما تضحكش علي بالكلام. عايزه تقولي ايه ياما؟ ويا رب اللي في دماغي ما يطلعش صح. ليلي. ليلي. اللي في دماغي صح ياما. بنتنا ومربيينها وعارفينها. طب انت يرضيك ياما اخلف عيال هطل؟ يرضيك اخلف عيال متخلفين عقليا؟ ليلى دي لو اتجوزتها بعد اسبوع تلاقيني مجذوب في الشارع. عشان جرايب يعني؟ لا مش عشان جرايب، ما انا ابويا وامي جرايب الحمد لله ما طلعتش متخلف ولا حاجه. البت حلوه وزي القمر، بس ربنا اداها الحلاوه وخد عجلها، ربنا ما بيديش كل حاجه. والله يا ولدي البت دايما في زيها. انا مقدر اللي جواها ليا يا ام، وعارف انها بتحبني من واحنا عيال صغيرين. بس انا ينفع اتجوز اختي؟ انا عمري ما شفتها غير اختي يا ام. وانا ما شايفهاش غير عروستك. وانا اللي اعيش معاها مش انت يا ام. أنا اللي هتلجح جنبها على سرير واحد، أنا اللي هتاكل دماغي ياما. شايف أختي وعمري ما أشوفها غير أختي ياما. طب شوفها تاني. العظيم. أشوفها تاني ياما حاضر. وعد يوم الثلاثة الجاي أشوفها تاني بإذن الله. ده من علامات القيامة. مد يدك على أمك عشان مرتك. طب مرتك تقدر تعوضها؟ أمك تعوضها كيف؟ ولا عشان أبوك ميت ومحدش يحملها؟ أنا عارف إن أنا غلطان يا حجي صالح. حقك عليا يا أمه. تعرف إن أبوك الله يرحمه كان صاحبي؟ كان موصينا على أمك.
كل وصينا عليك انت كمان. انا راضي بالحكم اللي تحكم بيه حجي صالح. تعرف يا سعيد ابوك الله يرحمه لو كان عايش كان عمل ايه؟ كان عمل ايه يا حجي صالح؟ انا اقول لك كان عمل ايه؟ كان عمل كده. خلاص حجي صالح مسامحاه، خلاص مسامحاه. بحب على راس امك. حقك عليهم. مسامحاه. حقك عليهم. راح يا رئيس المديرية ومعاه ملف كامل فيه كل حاجة عن شغلنا ده، وجمع معلومات عن كل البيوت والأرض اللي اتاخدت واللي طالعة منها. طب كده يا رئيس يبقى الموضوع دخل في الغميق. شكل البلد كده مش هتساعة نحن التنين، قصدي احنا التلات. اعتبروا حصل يا ريس. نقعدوا ونرتبوها. خسارتك يا صالح. قول الغريب يجهز عربية عشان يوصل زنبيل المحطة. حاضر يا حاج. يوم ولدتك يا زين أمي جتني في المنام وقالت لمرتك هجيب لك نسر. صحيت من النوم على خبر الولادة وعرفت إن نادية جابت ولد. قلت لها يا نادية إحنا هنسمي نسر. قالت لي إحنا مش كنا متفقين على زين؟ مرضتش أزعلها وقلت زين زين. الحمد لله إنك سمعت كلامها يا أبوك. أبوه أضمن اللي مختار لك اسم زين. وبعدين حتى لو كنا اخترنا لك اسم نسر كنت هربيك لحد ما تطلع زين صفاتا واخلاقا كيف ما شايفك ابدأ. ايه اللي فكرك بالمنام ده دلوقتي يا ابو؟ فكرني بالمنام ده المنام اللي شفته النهارده. خير اللهم اجعله خير. امك جاتني في المنام وشها كان كيف البدر، كان في يدها قفص فضة فيه نسر. نسر ما شفتش بجماله، فتحت له الباب وجت في حضني قالت لي توحشتك يا صالح. خدتني وخرجت. عمري ما بشوف دموعك يا ابوي غير انت بتذكر اسم امي. الله يرحمها. الله يرحمها. كان نفسي تشوفك وانت بالبدلة دي، كان نفسي تفرح بيك زي ما انا فرحان بيك دلوقت. حاسس ان معادي قرب. بعد الشر عليك يا ابو. عمر الموت ما كان شر، موت حق. وبعدين ابوك عمل كل حاجة الانسان ممكن يفكر يعملها في حياته. شبعنا من الدنيا. ربنا يديك الصحة وطولة العمر فيما يرضي يا ابو. يلا يلا قوم عشان ما تتأخرش على القطر. اشوفك على خير. تروح وتجي بالسلامة. زين. لا اله الا الله. محمد رسول الله. بصي هو طيب وجدع بس مش شبهك. ايه شبهي ومش شبهي دي؟ وانا بقول لك احنا اخوات؟ اي فتي وخلاص. لان انت بتقوله ملوش علاقه بالموضوع خالص. هم اللي عرفاني اسئله عليه من الصبح ليه يعني؟ طب بقول لك ايه، نتغدى؟ ناكل برجر؟ جدا. لا اتغدوا انتوا. انا لازم امشي عشان اطلع الكليه. يلا سلام. باي.